يا كل شعوبنا العربية الكرام، في دولنا الحبيبة التمام، عايزين نكون في قوة صادقة نعبر بيها للأمام، والكل فينا يكون مشارك وبنية صافية مش كلام، والبداية الصح هي التخلص من الهامجية. الكل فينا يوعي نفسه ويوعي غيره بدل الكلام، مش عيب علينا نتعب شوية في كلام مهم لينا حتى يحدث نصر لينا. ده الهامجية طريق ضلال، والضلال جاي من الغباء، والغباء ضيح كتير، والماضي يحكي شيء خطير. حرب أهلي في الصومال دامت كتير وسابت أثار، غباء فئات دمر شعوب، والعراق غزت الكويت. فكر غبي ملوش أساس، قرار قيادة لدولة يا ناس، والفئات والقيادة دول يا ناس هم منه إحنا يا شعب. يبقى الوعي مطلوب منه، نوعي بعض إحنا يا شعب، وما نخليش حاجة تفرملنا، ده التدمير لينا يا شعب. لاجل نعيش في وضع سليم، قصة عظيمة لأجمل شعب. يبقى الفكرة نزيد تركيز في اللي يفيدنا بشكل لذيذ، واللي يضيع نبعد عنه ليضيع الفكر بدون تركيز. احنا شبعنا كتير ثورات كانت فكرة وليها أعداء، يعني صراع بين الناس بيجي بخسارة أكتر من فايدة. أنا صريح في كلامي يا ناس، محد يزعل مني في حاجة، أنا عايز ليكم دايما فايدة. والآن في اليمن فئات خربنها لأنه صراع بين الناس، والحل الواحد اللي يفيد تفاهم بين الناس أكيد. وفي سوريا الحال معروف على وضع، بس خراب وطال منها، وهنفضل كده يا ناس عايشين، كل ما نفوق نضيح في يومين. يبقى الوعي أهم سلاح، يبقى الوعي ما بيننا كفاح، وتفاهمنا أهم ثورة ننجح فيها بجد نجاح، نعبر بيه كلنا مع بعض، فئات وقيادة وإحنا يا شعب. وتفاهمنا يكون ده أساس، ما يخلي غباء يطولنا يا ناس. اسمع مني يا شعب يا عربي، انا واحد منك مخلص ليك، عايز نصرك لاني بحبك، وبرضه اماني مربوط بيك. يبقى اسمعني يا عم يا عربي، ذكر وانثى الله يخليك، كن اخلاق ونفذ وعدك، اذا كان خير ربك يرضيك، وابعد دايما عن ظلم الناس، الظلم بلوه الله ينجيك، ودايما خلي عقلك حاضر، وابعد بيه عن اي مخاطر، تكنولوجي مخدر محش مخاطر، واصحى يا عمي وخليك شاطر، وشطانك دايما ابعد عنه، ولو طلبك ما تقرب منه ليزقك على اي مخاطر، وانت ضياعك يقسم وسطي، لاني بيك قوة حاضر. اسمع مني يا عم يا عربي، في وطنك دايما كون موجود، واختله بفكر انسان موهوب، يرفع شأنه في كل وجود، ولا تيأس من اي مصادر، شخص بفكره تملى عظيم، يوصل صوتك بقوة متين، وما تفرقش معانا كتير، حاكمنا يكون رئيس امير، ملك سلطان رئيس وزراء، كلك منا يا عم يا عربي، مش جايين من عالم تاني، المهم يدير وطنه، وصوتنا دايما يحطه في فكره، يكون مشارك في اي قرار، بس نركز احنا يا عربي في اختيارنا بدون ضلال، وما نكسلش وندلي بصوتنا، وما نكسلش وندلي بصوتنا بقرارنا الصح في كل الاحوال. واسمع برضو يا عم يا عربي، بعلمك دايما كون مهموم، وفي عملك دايما كون موزون، وفي عقلك شغال دايما فكر لتعامل انسان مفهوم، وجيرانك في اي مكان دول سندك في اي الام، ونقاط ضعفك اوعى تبوح، واسرارك دايما وياك، والفتنه ما تشارك بيها ولا فيها، دي مصيبه للكل هلاك، ولصوتك كن دايما حافظ، وكلامك يخرج بمواعظ،
ووجهك دايما فيه بسمة، معروف في وجوه مبتسمة، ولا تضحك بالصوت العالي، لا يموت قلبك انت يا غالي، انا عايزه دايما موجود، وساعدني في نشر رسالتي لقوة عروبتنا يا غالي. وطننا العربي العظيم محتاجنه وبوعي كبير، لنقح تاني وبغفلة زي وطننا فلسطين. يبقى الحل الوعي الشامل لوصولنا دايما للقوة، وفلسطين الحل الواحد هو الوحدة، خليك فاكر. وفلسطين الحل الواحد هو الوحدة، خليك فاكر. لكل ولادها المنقسمين، ويعيشوا دايما في تفاهم وبقوة، ويكون مفهوم بدون صراع أبدا بينهم، وبرضو يكونوا في تفاهم ويعيشوا فيه مع أعدائهم بسياسة وفكر متين، حتى وصولهم يا عم يا عربي لدولة واضحة وليها حدودها بسيادة وجيش يرضي، أصل ده بداية حلولها. اسمع مني يا عم يا عربي، أنا عايز القوة لشعب العربي، واوعى أبدا تزعل مني في مصر وسوريا أو لبنان، مغرب تونس بقى وعمان، جزائر أردن الصومال، السعودية كويت جيبوتي كمان، إمارات قطر والسودان، جزرنا القمر وفلسطين، عراق ليبيا والبحرين، موريتانيا يمن شعوبنا تمام، وبرضو يا عربي في كل مكان في دول العالم مهما تكون، ما تزعل مني أنا مهموم بنصرك برضو فين ما تكون. وكل تحية للشعب العربي ذكر وأنثى في كل مكان، وادعوا ليهم رب الكون يسترها معاهم مهما يكون. وده في النهاية أهم كلام لكل عربي في كل مكان.